النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم علم رجلا من الصحابة كان لا يحسن يصلي قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني توضأ وضوء صحيح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له فكبر لم يقل له قل اللهم إني نويت أن أصلي فرض الظهر في هذا اليوم الثامن من أبريل 2022 مصليا في دولة رواندا في مدينة وابقادة في مسجد التقوى مصليا بتوقيت رواندا الساعة 12:45 دقيقة تحب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لابد أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة يوم القيامة يوجد كرامة الله سبحانه وتعالى يكرم النبي صلى الله عليه وسلم له حوض طوله مسيرة شهر يعني يركب الراكب على البعير يمشي شهر يقطع هذا وعرضه شهر من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا من يشرب من هذا الحوض الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله يجعلني وياكم منهم يا رب اللهم اشرح صدورنا لاتباع السنة اللهم أمتنا على سنة نبينا عليه الصلاة والسلام